تظاهر عشرات الفلسطينيين تنديدا بالاستيطان المتواغل في الأراضي الفلسطينية، في حين قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيز قواتها لمحاولة قمع التظاهرات. من جانب آخر، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات اقتحام واعتقال طالت عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس بحجة البحث عن مطلوبين. فوق الأراضي المهددة بالمصادرة منعوا من تأدية صلاة الجمعة تحت حجج واهية، حيث قوبلوا بالقمع من قبل جنود الاحتلال شمال الضفة الغربية. لكن الفصائل الفلسطينية دعت لتكثيف الحراك والخروج بتظاهرات ضد مخططات الاحتلال وسياسة الاستيلاء على الأراضي والاستيطان المتغول. هذا تصعيد دليل على أن هناك ردع إسرائيلي يتراجع أمام ضربات المقاومة الفلسطينية وأمام إرادة وإصرار الشعب الفلسطيني على المواجهة ومواجهة المشاريع الاستيطانية ومواجهة كل السياسات الاحتلالية. وبالتالي يحاول الاحتلال عمليا فتفتة يعني ساحات المواجهة الفلسطينية. ومن مراكز مدن الضفة الغربية صوب نقاط التماس والاحتكاك انطلقت مسيرات وتظاهرات شارك بها المئات، سرعان ما قمعها جنود الاحتلال بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، ما أوقع أكثر من 40 إصابة في صفوف الفلسطينيين. مطلوب أكثر من أي وقت مضى هو أولا توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني تأكيدا لقرارات سابقة تم اتخاذها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأمر الآخر هو دون أن يكون هناك فرض عقوبات ومحاكمة لهذا الاحتلال فسيبقى يعتقد أنه من خلال الدعم الأمريكي اللامحدود أن هناك ضوء أخضر للاستمرار في هذه الجرائم ومعفي من غبة مسألته على هذه الجرائم. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 20 شابا فلسطينيا من منازلهم بعد اقتحامها بالضفة الغربية خلال حملة استمرت ساعات عدة، وقد سيقوا إلى مراكز التحقيق والتوقيف. وكان الاحتلال الإسرائيلي يريد من الفلسطينيين أن يقابلوه بالزهور والورود لقاء قمعهم، في وقت يسعى فيه الاحتلال الإسرائيلي جاهدا لكبح جماح أي تحرك فلسطيني حتى وإن كان سلميا. فالح نصير فالح، تلفزيون دولة الكويت، الأراضي الفلسطينية المحتلة.